في الجزء ده هنكمل قصة تطور الأسلحة وأسباب التكتيكات اللي سببت لأسلوب حرب نابليون الغريب ده، وهنعرف ليه اختفت الحراب والسيوف من ميادين الحرب الأوروبية تماما. فيلا بينا نشوف. زي ما احنا اتكلمنا في الجزء الأول ان في أسلوب التيرسيو في حرب الثلاثين عام والثمانين عام ان كان في عساكر شايلين حراب عشان يحموا العساكر اللي شايلين بنادق، ولكن في حاجات حصلت في الحروب دي غيرت اسلوب الحرب تماما في اوروبا وكمان غيرت خريطتها السياسية تماما. ولو مشفتش الجزء الاول هسيب لك اللينك في الوصف عشان تقدر تشوفه. فبعد ما قعدت اسبانيا والنمسا تنطح في هولندا 80 سنة ومن بعدها المدن الألمانية البروتستانتية، أسبانيا أعلنت إفلاسها من بعدها والنمسا فقدت سيادتها على الدويلات الألمانية الكتير اللي في الوقت ده، وضعف أسبانيا اللي ظهر من بعد الحرب دي أدى لظهور دول جديدة تشارك في التورتة الاستعمارية زي فرنسا وإنجلترا وهولندا ودخولهم على الساحة كدول عظمى هما كمان. بس في الأول نسأل ليه ناس معاها بنادق خايفة من اللي الفرسان يهجموا عليها ويطخوهم ويخلصوا؟ الحقيقة ان البنادق في الفترة دي كانت بتحتاج وقت طويل جدا عشان تشحن، فمحتاج العسكري في الاول يطلع البارود من جيبه وبعد كده يقطع كيس البارود وبعد كده يملى البندقية بالبارود وبعد كده يحط الرصاصة وبعد كده يشيل عصاية كانت بتبقى مربوطة مع البندقية ويشحن كل ده يدخلهم في الماسورة وبعد كده يولع البارود ويقدر يضرب بعد كده. فالموضوع كان كبير وفي الفترة دي يعني كل دقيقة يقدر يضرب طلقتين بس، زيادة على ان مدى البندقية كان حوالي 100 متر بس ونسبة دقة الإصابة كانت 1 على 18، يعني احتمال ان هو يصيبك كله 18 رصاصة مرة واحدة بس، يعني لو هتشوط فيه كورة احتمال كبير تصيبه قبل ما هو يصيبك بالرصاص. فكان الحل الوحيد ان هو يخلي البندقية دي مؤثرة ان هو يوقف العساكر كلهم صف واحد ويخليهم يضربوا اسقاط على العدو، ودي كانت الطريقة الوحيدة ان هو تخليها تصيب، لكن ان هو ينشن ده ما كانش موجود. فعشان كده كانوا محتاجين حماية من الفرسان لو حصل هجوم عليهم وهم بيشحنوا بنادقهم. ولكن هنا يظهر أول اختراع في حرب الثلاثين عام اللي سبب في اختفاء الحراب وهو السمكي. والسمكي أول ما ظهر في حرب الثلاثين عام وفي أوروبا كان ظهر مع الجيش الفرنسي وكان عبارة عن خنجر، والخنجر ده كان بيتحط في الماسورة بتاعة البندقية ومن بعدها تستخدم البندقية كحربة. ولكن كان فيها مشكلة الفكرة دي، إن أنت لما تحط الخنجر في ماسورة البندقية كده انت ما بتقدرش تستعمل البندقيه خلاص ان انت تضرب بيها، وفي نفس الوقت احيانا كان الخنجر كان بيقع من البندقيه فكان بيحط العسكري في موقف محرج جدا وهو مهاجم الخنجر يقع، وبكده ما كانش كفيل ان هو يقضي على الحراب والسيوف في الحرب الاوروبيه. ولكن هيظهر اختراع تاني هو ده اللي هيقضي على الحراب والسيوف تماما، وهو السوكت بايونت. والسوكت بايونت ده هو سمكي كان بيركب في اخر ماسوره فكان بيتركب حوالين الماسورة بدل ما يتركب جوه الماسورة فبيسدهاش، والسمك ده فضل يتطور ويكبر على مر العصور لحد ما بقى قد السيف في الآخر لغاية الحرب العالمية الأولى. والفكرة التانية اللي غيرت نظام الحرب في أوروبا هي ظهور حصون جديدة كانت على الطراز الإيطالي اللي هي الطراز النجمة. والسبب في ظهور الحصون دي إن الحصون الكبيرة قوي بتاعت العصور الوسطى كان سهل جدا تدميرها بالمدافع، فابتدوا يعملوا حصون بأسوار أقصر وأدخن بكتير عشان تقدر تستحمل ضرب المدافع، وفي نفس الوقت على شكل نجمة عشان تقدر توجه المدافع في جميع الاتجاهات وما يبقاش فيها نقطة معمية. وده اللي طول مدة الحروب جدا في الوقت ده لأن كان صعب جدا الحسم فيها مهما كان كبر المعادي، فالمدافع سهل جدا أنه يحتمي في الحصون دي. والحصون دي سببت في تطور كبير جدا للمدفعية وظهور أنواع للمدفعية مختلفة كتيرة جدا والقذائف. وزي ما قلنا في الجزء الأول إن جوستافوس أدولفوس ابتدى يستعمل
مدفعية ميدانية مخصصة للميدان، وده اللي سبب نقطة ضعف الأساليب القديمة في الحرب زي أسلوب الترسيو اللي هو كانوا العساكر يبقوا ماشيين على نظام مربعات، فكان سهل جدا ضربهم بالمدفعية غير نظام الصفوف. نظام الصفوف لما تيجي تضربه بالمدفعية ما كانش بيأثر فيه جامد جدا، وفي نفس الوقت لما العساكر يقفوا خط يقدروا يوسعوا خط النار بتاعهم ويبقوا مؤثرين اكتر على العدو. وكمان مع ظهور السمكي ما بقاش فيه خوف كبير ضد الفرسان. وجوستافوس كمان عمل فكرة تانية وهو التجنيد الالزامي، والتجنيد الالزامي قدر يكبر جيشه ويكبر جيوش اوروبا جدا جدا، فما بقاش اعتمادهم زي العصور الوسطى على الاقطاعيين والفرسان بس اللي كانوا هم المخصصين للحرب للنار. ولكن جوستافوس عمل طريقة تانية إنه هو يقسم لكل قرية كل 10 تنفار شغلانتهم إنهم يخدموا عسكري واحد بس منهم، والعسكري ده يبقى شغلانته بس إنه هو بيحارب، الباقي بيخدموه. ولكن الجيوش الكبيرة دي وإن هم يقفوا خطوط كبر ميادين المعارك جدا، ما وصلت لكيلومترات ما فرق ما بينها، وده سبب صعوبة شديدة في تنظيمها وإن هو توصل للأوامر. ففي الفترة دي ما كانش فيه لاسلكي، فبدأ الأوروبيين في استخدام طبول الحرب، ويقال إنهم اتعلموهم من الدولة العثمانية من غنائمهم منها لما الدولة العثمانية عملت حصار فاشل على فيينا سنة 1683، فما كانوش فاهمين من الغنائم دي وما كانوا جايين يحاربوا ولا جايين دفع بلدي. ولكن نقل الأوامر ما كانش بس كفاية في أسلوب الحرب ده، ولكن هو محتاج انضباط صارم من كل عسكري، فبدأت ظهور كليات حربية لكل ضابط ولكل جنرال لتعليم أساليب الحرب، ده زيادة على انضباط صارم لكل عسكري وقواعد صارمة وشديدة. واللي تفوق في موضوع الانضباط الصارم ده واحد كان بيعتبره نابليون هو أستاذه، وكان شايف إنه هو لو كان عايش حتى وقته ما كانش هيقدر يكسب حروبه دي كلها، وحتى هتلر كان بيعتبره مثله الأعلى، وهو فريدريك الأكبر ملك بروسيا اللي هي هتبقى ألمانيا بعد كده. وهنا يجي واحد رخم يسأل، مش بروسيا دي فرقة كورة؟ أقوله لا يا برنس، الموضوع أكبر من كده بكتير. حكاية بروسيا بتبتدي إن بعد ما الحملات الصليبية خسرت في الشرق كان في تنظيم فرسان ألماني اسمه الفرسان التيتون، والفرسان التيتون دول لما لقوا إن هم اتقطع أكل عيشهم في الشرق في بلادنا فابتدوا يدوروا على باب رزق تاني. وفي الوقت ده ملك بولندا كان مزنوق في فرسان، وهو كان بيحارب ليتوانيا اللي كانت لسه وثنية في الوقت ده، ففرسان التيتون لقوا ان هو باب رزق جديد وهما كفار وكده. لكن فرسان التيتون بعد ما كسبوا الحرب على ليتوانيا شافوا ان الايد البطالة نكسة تاني، وابتدوا يضربوا في الروس وهم ارثوذكس مش مننا وهم كفار وبتاع برضه، وبعدها طاحوا حتى في هولندا اللي هي جايباهم اصلا وهي كاثوليك زيهم، بس اي سبوبة وخلاص. والقصة دي طويلة نبقى نحكيها في فيديو تاني ان شاء الله. المهم ان زي ما قلنا المانيا كانت عبارة عن دويلات كتيرة جدا، والدويلات دي كانت تحت حكم اسمي لامبراطور بينتخبه، وقبل فترة حرب الثلاثين عام كان الامبراطور عادة بيبقى نمساوي، ولكن بعد حرب الثلاثين عام خسرت النمسا سيطرتها على الدويلات دي، وبروسيا كانت واحدة من الدويلات دي وكانت ضعيفة وملهاش اهمية. ولكن فريدريك الأكبر هيغير كلام ده تماما، وهيحطها على الخريطة ويقضي على تسيد النمسا في العالم الألماني، فجعدت ألمانيا في أي حرب إنها تضرب في الناس اللي حواليها كلها وملهاش كبير. فبدأ فريدريك حرب السبعة أعوام وأثبت تفوق وانضباط شديد لجيشه، وده اللي ابتداه والده بصناعة المدارس الحربية وجعل دولته كلها معسكر، لدرجة ان هو كان بيقال في الفترة دي ان كل الدول لها جيش ولكن جيش بروسيا له دولة. وكان والده مجنون بالانضباط العسكري، وده اللي ساعد فريدريك جدا ان هو يعمل مناوراته العسكرية دي، ان هو يغير اتجاه جيشه بكل سهولة لانضباط العساكر الشديد وتحركهم خطوة بخطوة مع بعض، وده بسبب ان العساكر الالمان كانوا بيمشوا على خطوة الوزة. يحيى المصري داخل، ارفع راس مصر لفوق، داخل بمشية المشهور بيها اللي احنا بنسميها ممكن مشية البطة مش دي،
ايوه دي. والخطوة دي كانت لازمتها عشان العساكر يقدروا يتحركوا في نفس التوقيت بالظبط. الخطوة دي كانت مشهور بيها جيش هاشت هتلر جدا، وكانت دايما بتستعرضها ألمانيا عشان تستعرض الانضباط الشديد لعساكرها. وفريدريك أثبت عبقرية شديدة في الحرب، بس ما كانش يقدر يعمل كل ده لولا انضباط عساكره الشديد وانضباط ظباطهم. ودلوقتي هوريكم مفاجأة مش متوقعة من الزمن ده، بس قبل ما اوريها لكم ياريت تعمل لايك ومتابعة وما تسيبش الراجل الصيني بتاع الحلقة اللي فاتت يشمت فيه. وايه الحلقة الجاية ان شاء الله؟ هنتكلم عن اساليب حرب نابليون واسباب تفوقه، وايه اللي جعله نبغى في الفترة دي. فاضغط الجرس عشان ما تفوتكش الحلقة الجاية. ودلوقتي المفاجأة، وهي ان معلم من اشهر المعالم في الدنيا هو عبارة عن اصلا حصن من حصون النجمة اللي احنا اتكلمنا عليها. فكر كده، انهي معلم؟ وهو تمثال الحرية في نيويورك. وهو في الحقيقة اتحط على واحد من الحصون دي اللي كانت مبنية عشان تحمي نيويورك.